بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنجرب تقنيه. التقنيه دي جميله جدا، اسمها 1 2 3 دي كاتش. التقنيه او البرنامج عباره عن ان انا اي مجسم عندي حقيقي على ارض الواقع اقدر احوله لموديل او ادخله جوه الكمبيوتر، سواء بقى 3 دي ماكس سواء اي برنامج تاني، المهم ان هو بقى موجود على الكمبيوتر. هنشوف الموضوع ده مع بعض. البرنامج اهوت، تمام. اقول له انا عايز ابدا، تمام. بيبدأ يشرح الفكرة ان انا اي مجسم جنبي، حتى ممكن يكون حاجة كبيرة مفيش مشكلة، بس هلتقط له كذا صورة. يعني مثلا ده لعبة بتاعت معز، اصور الصورة ديت، ماشي اهو، بتصور من كذا ناحية، اقل حاجة 8 صور. تمام، هو بيبدأ يلاحظ مكان كل صورة بيبقى فين. تمام، الأفضل طبعا يكون حاطين الحاجة على حاجة خلفية مثلا بيضة أو خلفية سودة، حاجة ما يكونش فيها أي حاجة. تمام، هقول له افتح الصور كده، هو بيقول لي الصور هي موجودة، شوف الصور بتاعتك، لو في حاجة أنت حاسس إنها غلط تقدر تشيلها. بقول له أوكي، بيبدأ يرفع الصور وبتبدأ تتحول لمجسم. تمام، هو بياخد وقت في التحميل، وأول ما بيتحمل بيبدأ يقول لك اتحولت لمجسم، في معلومات ناقصة صورها تاني. فهو البرنامج ممتاز وناس كتير استخدمته زي ما انت شايف. ده واحد مثلا عنده لعبة في البيت، في واحد جاب أكلة معينة وأول مرة يشتري أكلة نظيفة فراح مصورها، الحاجات ديت هتلاقي حاجات كتير إن شاء الله.